السلام عليكم، انا حسين فوزي. ميبي كلمه واحده، ميبي كلمتين، الفرق بينهم؟ الكلمه الاولى ميبي، دي ادفيرب حال، دي وان وورد، دي كلمه واحده، معناه ربما، من المحتمل، ممكن، بتساوي كلمة perhaps، بنستخدمها لما يكون شيء ممكن يحدث أو ربما يكون حقيقي لكننا غير متأكدين. دايما بتيجي في بداية الجملة لكن ممكن تيجي في نهايتها، وأحيانا ممكن تيجي في المنتصف. دايما بتيجي maybe في الأول، بعدها الفاعل، وبعدين الفعل. maybe she is right، ربما هي على حق. لو خدنا بالنا maybe في الأول، بعدها الفعل شيء، وبعدين الفعل is، وبعدين بقى الجملة. Maybe دكتور سامي could help you، ربما يمكن دكتور سامي أن يساعدك. اقتراح. الكلمة الثانية maybe، دي verb، دي two words، كلمتين، verb phrase، دي model verb اللي هي may، و bear infinitive في المصدر الفعل اللي هو be، maybe معناها برضو ربما، من المحتمل، ممكن. طب هي بتدل على الاحتمال، express possibility. أمال شكلها في الجملة، بجيب الأول السبجكت الفاعل، وبعدين maybe اللي هو الفيرب ذات نفسه، وبعدين التكملة اللي هي كومبلمنت. علي maybe wrong، ربما يكون علي مخطئ. لو خدت بالكوا الفاعل علي الأول، وبعدين maybe اللي هي الفعل، وبعدين التكملة wrong. عاوز أقول ربما يكون نائم، أقولها إزاي؟ he may be asleep، he اللي هو الفاعل، maybe اللي هي الفعل، كلمتين، وبعدين asleep التكملة. أو maybe he is asleep، بجيب maybe كلمة واحدة، وبعدين الفعل هي، والفعل is، وبعدين التكملة asleep.